التركيز كله عليه اليوم، مصدر اهتمام لوسائل الإعلام، سجل 4 أهداف في المباراة الماضية، هل ينجح في تكرارها في مباراة اليوم؟ دقائق قليلة تفصلنا عن بداية المباراة، كونوا معنا على الموعد. من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مشاهدين الكرام، هذه أجمل تحية، سأكون معكم أنا فارس عوض في تغطية حية ومباشرة. واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن الدوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، فريق الاتحاد السعودي في مواجهة القادسية السعودي. كل مباراة في الدوري لها قيمتها وأهميتها لجمع النقاط، وكل مدرب يريد أن يخرج منتصرا من هذه المواجهة على أمل بأن نشاهد مواجهة كبيرة بين الفريقين. تخرج إلى رمية تماس، فقدوا الكرة، الله على التدخل المثالي، شوف كيف خلص الكرة، حلوة الكرة البينية خلف المدافعين، يا مجنون يا مجنون، هذه الأهداف تختار أصحابها، الله على المتعة، الله على النهاية. لكن فيها راية، راية تأخرت في اللقطة الماضية، هدف يلغى في هذه اللحظات. فهد المولد بمروعة قدم الكرة، أوه هدف الافتتاح، التقدم يأتي، الشباك تتحرك. نشوف الهدف مرة أخرى، بينية خطيرة لعبت بشكل سليم، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. خطف التغطية والمهاجم بيمر فيها. سالم الدوسري، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. كرة للتسديد الآن. وهدف آخر يا رباه. يا الله على هذه المباراة، هدف آخر في ظرف دقائق بسيطة جدا. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. خطأ ما فيها كلام. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. كريم الأحمدي، تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. يتقدم بالكرة، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. ينطلق بالكرة نحو المرمى، ممتاز في الضغط العالي، بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. ضربة مرمى الآن تلعب في هذه اللحظات. الأرقام تبين بأن الاتحاد ليس الأكثر استحواذاً اليوم، كما نعرف جميعاً الكرة تعترف بالأهداف وبالنتيجة النهائية وليس بأرقام الإحصائية. فرصة لإرسال كرة في الشباك، الله على هذا الهدف، الله على هذا الضغط، لم يترك للخصم أي فرصة ولا أي وقت للتفكير، الكرة وهي بحوزته كانت الخطوة الأولى في الهدف.
نشوف الإعادة من جديد. يا سلام على التمريرة البينية. بعد ذلك الحارس ما كان عنده أي مجال وأي فرصة للتعامل مع لاعبين، هدف يسجل بكل سهولة. إذن حتى اللحظة مشاهدينا المباراة باتجاه واحد، والنتيجة تؤكد ذلك. فارق الأهداف كبير، ما زال أمامنا الكثير من الوقت قبل النهاية. فهد المولد يتقدم بالكرة، مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على الإبداع، على النهاية. يا سلام على الكرة في المرمى. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. روبارينيو، فهد المولد، مباراة من مباريات فهد المولد الكبيرة اليوم. يومه قدم أداء كبير في أرضية الملعب، يستحق بأن يكون نجم هذه المباراة بدون منازع. أداء كبير قدمه في مباراة اليوم، نجح في تقديم كل ما لديه في الملعب، سجل هدفين، كان واضح دوره في أكثر من فرصة. إذا المشاهد ندخل إلى شوط المباراة الثاني. المباراة واضح أنها تقريبا منتهية، خاصة بهذه النتيجة العريضة في هذا اللقاء. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. بيعدي بالكرة، بيروح فيها، بيتخلص فيها من الدفاع. يا عيني على المرور، قد فرصة هدف في هذه اللحظات. تسديدة قوية لكن بدون دقة، راحت الكرة بعيدا عن المرمى، لم تشكل أي تهديد وأي خطورة، كان عليه استخدام حل آخر. ليفربول ينجح في الحصول على توقيع لاعب جديد من أجل تدعيم صفوفه. بمروءة تقدم الكرة، كانت فرصة هدف لكن الحارس يمنع الكرة من الدخول. ردت فعل سريعة في اللقطة، لم يستغل تمركز حارس المرمى، يهدر كرة من مسافة قريبة. شوف اللقطة، افتقد فيها للتركيز واللمسة الأخيرة. مهارة في التمرير غير عادية، ويظهر ذلك أيضا في مباراة اليوم. هجوم من الاتحاد، الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. واضح أن المدرب راح يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء. شوف الآن عمليات الإحماء على خط التماس. كرة للتسديد الآن، أخيرا حارس المرمى سوى الشيء وأنقذ مرماه من فرصة بعد أداء كارثي في مباراة اليوم. إبعاد للكرة، تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. تفوق، بيعدي فيها، فرصة الآن. راح الاستحواذ، كرة بتتخلص مع فرصة لتنظيم هجمة في هذه اللحظات. بيعدي فيها، يتقدم فيها، الاتحاد يسجل. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. مباراة من طرف واحد، والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع،
حطها في مكان، يا لعيب يا لعيب، الكرة في المرمى، أي لعبة أي نهاية، هدف في منتهى الروعة. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درزن، نتيجة من المستحيل تعويضها. اعتراض ممتاز الكرة، بينية تضرب الدفاع، الله عليك الله عليك، حطها في المرمى، حطها في مكان، الكرة الجميلة، لمسة ولا أروع، نهاية ولا أجمل. قربنا من النهاية، المباراة تعتقد انتهت مسبقا لأن فارق النتيجة كبير جدا، من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي. تدخل نظيف، يفتك الكرة بدون أخطاء، تمريرة يضرب فيها ظهر المدافعين، دفاع في الموعد بيخلص الكرة، كرة خطيرة على المرمى، كرة بتصل خلف الدفاع، هدف لمصلحة الاتحاد. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. المباراة تدخل في 10 دقائق الأخيرة، الكرة تقترب من دفاعات الخصم، يفقد الكرة، تمريرة مرفوعة من فوق الجميع لكن أقرب لحارس المرمى، والكرة يوقفها الحارس بسهولة. جميل الكرة البينية، الله على النطرة، مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات، الله على الكرة، على إبداع، على نهاية، يا سلام على الكرة في المرمى. مباراة كانت من جانب واحد، فارق الأهداف كبير وراح يكون من الصعب تعويضها. دقيقتين تفصلنا عن صفرة النهاية، كرة بتعدي، بيواجه فيها المرمى، لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل، اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. تابع الهدف مرة أخرى، الذي بدأ بهذه التمريرة البينية المميزة ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. تنطلق إذن صافرة نهاية المباراة، وينجح أصحاب الأرض في الفوز اليوم، أداء استثنائي اليوم وفوز عريض يجعل الفريق يحقق 3 نقاط بأريحية كبيرة وأفضلية مطلقة في ملعب المباراة.